بس خلاص. المهم اني دخل جد يدخل ما ادري عني طمرت مخبا خليته يدخلني داخل. تصير يا رجال والله ما تصير والله ما تصير. معجب سالب واحد بس فلسنا فهد وقيس تعال خف علينا ناس الحربي جميل فهد وقيس فهد وقيس خلنا نبدأ فهد وقيس عندنا فعالية كل واحد يكذب على انا سالفة تشد بتضحكنا نبي نضحك ها تعال يلا ابد الحين انت الدور عندك ما تبدأ فيني تحشرنا ما ادري لا انت ما اعطيتنا انا ما انا ماني مهرج انا تعال جمع ما له دخل اي السلام عليكم سلام صبحت بالخير يلا تقبل الله سعدكم ما تتجاوز دقيقة بشرط انا عندي شرط خلصنا تسمح لي لا لا هو له ما يقل له شخصية هذاك يعني ما يقل شخصية في بالي يعني. أخو أنا أضحك أي سالفة كذب نضحك أي سالفة يلا روح السلام عليكم علمكم سامح صان حليفة ما ننسى كله علمنا علمكم نحت رنجانا أو واحد ما يسمى الثاني من الغنم اسمه معجم والله أنه ما يسمى الثاني من الغنم ما يجب لا تشارك وانا طلعنا وياه طويل العمر عندنا حصة خامسة من العمر حصة فقه معي خلوكم ثامنين لا تنحقون عندنا حصة فقه المهم يا نوار العمر كنا متهاوشين مع اثنين واحد اسمه مثل وواحد اسمه بثام بثام ايه مثل يذن ما هو بصامن إذن إذن قلبه الله يستر عليه الله يستر عليه ما ودنا نذكر هو غايب المهم والأهم كان عندنا مدنس اسمه ماجد النهيد مدنس مدنية يضج الناس يجيب اثناء لا لكن يوم غايب مدفن هو اللي مسمى بالهون تبيننا ياكم التاء الحمية فن فن ويمسك معجب عاد خمر أجدام يحبون يتهاوشوا مع بعض المهم يضل عمر قال أنت وش عندك؟ قال البارح نخل الشيخي حقي تربي الشيخي حقي يقول الساعة وحدة قال معجب والله ما قلت لك المهم وانا هم يطول العمر جاكم عندي من طول العمر مسفح ما عاد ما سب مسام كنت نيانو نيانو شي نعم الله يبيض وجهك سواتك الضحك عندك مسام لا عندك مسام انا مسير انا خلني اخر واحد والله انا الحين قاعد افكر بسالفه والله ما اي شيء اي شيء يبدا تدري اليوم تراقد اي شيء مره تدري اليوم تراقد اي والله ما عجب لا تكرر عندك وانا بعدك انا بعدك والله والله اني بعدك والله اني بعدك يا اخي احنا نمشي اسف والله اني قاعد افكر بسالفه يا رجال انا ما ادري ايش اسوي انا حطيت على السالفه تعلم جودو والله صادق مع السالفه الظاهر جودو طيب موجود جوكم مره بعد ذاك اليوم انا طالع حلو في خط صفر سبت وقفت عند المحطه الا القى ناس انتظار عرفت اخوي فرقيت الناس تتضارب يعني لقيت واحد قصير مربع كذا كان معجب فهمت؟ لقيت اتضارب مع واحد ثاني يقول كان فهمت يسولف اثر فهد القيس ايش يقول؟ كذا يقول فهمت اثر فهد القيس كان يطقطق معه زد جاء واحد فزع فهمت؟ هذا ما جنح يا ولد مع عجله ما هو كذا بس يسوي بس يمشي اي بس كذا يعني مهايطي ما عليك انت من التواصيل تفهم هاي طب ما عليك التواصيل كذا كاي هذا شغل الصوت هي كانت مضحك بس وجهك ايه بس وجهك الله يبيض وجهك الله يبيض ما قصر دقيقه عشان اعطيتك سالفه وانا ما ادري طارت اسمك اشرب يا ابو نزل واحد من عيال عمي تعطى المتعه له في البر بنشر الكبر ولا قدر تعطل بنشر الكبر وعطل اللي سمى معجب لا تقطع شعره عشان ما قعد ايده داخلها ما بتوصل عشان يتذكر بنشر عطل عن الممشى اي نعم وجاي دول الاستبنه لقاها ما في استبنه كذا يودي شيء الحلو وش الحلو يقعد خليني ادق على مسرج
وجهي يطيل العمر وانزل قبل والقى الجديه ما بعد فتحت القديه. من اللي معك؟ ها؟ من اللي معك؟ الحالي. اي لقيت قبل القديه اثنين مساكين والله ظني ما عندهم سالفه متخاوي واحد قال وقسام ما ادري وقسام زي كذا اي واحد قال له بسام شيق ما ادري بالاشكان بين عليهم ظروف وكاد تعديتهم قلت له ناقصكم شيء امل فهمك اي والله امل فهمك امل فهمك فهم كمله ايه انا مستخف امل فهمك كمله هو قاعد يسولف سالفة الرجال ما يتكلم عنكم انتم ارجع لسالفتكم الاولى ارجع ارجع لا ارجع لسامين انا ما قلت بس خط عليك ارجع خط عليك لا وقيش اي هذا القيش هذا القيش خلوا قيش ما يقصد كنت ولا يقصد كنت يا اخوي اغبياء يا الربع ما يقصدكم يا الربع يا اخوي لقيتهم مساكين اثنين واحد اسمه قصان امل فهمك يا اخوي انا ما قلت فهد القيش امل فهمك حق نعم انت تقول قصان غير الاسماء غير الاسماء غير الاسماء ما احنا بدلوك نعم غير يا ولد نعم انت رجال لما قال سالفه زين ولا تراني بطلع باللهجه قول له سالفه زين ترى بقدرك ذكر اسمك صح والله اقعد خليك اطلع انت ها طيب واحد لقيتهم اثنين امورهم عليها لك عليها واحد قال اذكر الاسم عادي ترى واحد القيس واحد اسمه بس ما شك اي حليلهم ذولك يوم حليلهم حلو كاد وانا اطلع يوم طلعت يا طويل العمر وبينزل خوي اللي متعطل ما قدر قررت اني افتح القدية اوه الله انا اعلم كيف هذا انا والله ودي ارقد والله ودي ارقد ارجع بعد نوم النوم طش راسي يلا بالوكاد بغيت افتح القدية خلاص خلاص معي كامري 2040 ضحكنا دقيقة انت ضحكت ما خلصت لا وقت وقت والله مزبطه يا اخي ايه بس احنا ضحكنا يلا وكم معي كامري 2040 اسلم 2040 ايه كويس احذف جلم تحت اي نازل جلم على ادم نازل طالع جلم طالع جلم فعلى كذا انا فتحت القدية نعم الله يبيض وجهك صار المشاريع لنا الخاص الله يا دقيقة خلاص معجب خلاص ما جد خلص خلصت سالفة أبشركم ما عندي عندي سالفة يعني ممكن أقولها إيه اسلم اسلم إيه ليش ليش نفوسكم ضيقة والله أسمع لكم عادي أيوة مرة 12 ساعة مرة نشيل اسلم اسلم بعشق أنت بعشق رد القضاء والله رد القضاء هالحين ما هو بعدين والله لقيت لي واحد اسمها لا 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 والله طيب بقول لك سالفتي ثم راح بقول لك سالفتي ثم راح اسلم اسلم أيوة مرة من المرات راح هنا مقناص معي اخوياي اثنين ويوم طبينا ذاك الشيء بالليل تعشينا واستانسنا سمرنا كلنا نحط فراشه ومرحنا رقدنا وانا اخذ فراشي طال عمرك وانا اطرف منهم ممكن حوالي 100 متر وانا احط فراشي بركت يوم جت الساعه 2:30 بالليل كم وش اللي جات؟ الساعه يوم جت الساعه 2:30 وانا القى ايوه اسمع صوت عند راسي يا رجي وانا اقول كيف الصوت يقول؟ صوت واحد يمشي في صوت إيه؟ وقش وقش واقوم طال عمرك واقول كذا لا والله يا رجي بدون والله بس لا وانا اقول كذا الا الذيب الذيب يقول كذا من عند راسي رايح وين لاخوياي انا الحين وراه وهم متعدين اخوياي قلت ابو عاشق ايش تسوي؟ مالك يا ابو عاشق؟ قال انك تمسك الديب قبل يجي اخوياك يذبحهم رقوب. الله وجهك. وانا داور عليه. يوم دورت عليه انتبه لي ويعطيني راسه. وانا امسكه طال عمرك وانا احط يديني في وجهك يا ابو. والله انا مسكين في انا افقع وجهك في يديني وانا ارصه. اي والله راسه. يا ادري وانا اخفش راسي لان راسي قال طلع بلونه. مقفك. والله سوالفكم انا الله خلني كمل طيب ايوه مات يعني يعني بحياه خانتها انت تقول خاب اكمل لا خلاص انقذنا اوه اسلم بس باللهجه تكفى اول ما تعلمت الموجود اي بالله باللهجه نفس اللهجه لا نفس بالضبط لا لا اللهجه حقتها عندنا ممكن نسولف سبحان الله كانك تسولف على لسان مقناص يا ولد طالع لنا مقناص واحد اسمه معجب اي والله لو ما تمدحنا يا ولد رجال شقردي شقردي حوف العزبه حوف
يا رجال حط عليه من اكون استغفر الله. فاتتك سالفتي المهم يا فاتتك خمسك وجه الذيب ايش قلبي وانت تستغفره المهم يا طال العمان والسلامة جالسين لنا نص ساعه نسولف ما نكون من طويله ما ينكر من خير طبعا فقرت كنت مواصله علمك انا علمك ايش في ذا لا عيال عيال سلموا ملح يا عم غايب الفندق الوين شب هنا مع السلامه يلا مع حصان خليك تشوف يقول صادق طلع ضاي المهم يا اخوان العمام يوم حنطني ناشي وين ما مناني حنطني يا وين داب نعم الدفع يا قم بس ما عندي راسي لو من قايمته كوبرا ايه وانا اعطيه حمل خشم واحده بوحده اعطيه حمل خشم يا رنجي يعني هو مضيع من الخيط هو يستحي مني هو يروح خليه يستحي مني يطلع قالوا ما قرصه ايه يا امتع عني طول العمر ينف علي ما يضمه هو انت والله اني ظنيت اني بعد اذنك الرجاء تشوته وجينا هو يحنك يا رجاء هو يحنك وينوح وانا من اليوم خذتني شويه طال العمر اليوم صوت اللي ياك فخمني الحان هيك فخمني الحان هيك فخمني الحان وانا اقوم يوم قمت يريني اليوم انا الطير عقاب عقاب نصلى عليه سبحان الله سبحان انت الله حاضر معنا يوم يجي اليوم من جايني ما اقوم من عني يوم يجي وانا وانا مع انقبته يوه وانا مع انقبته يوم يجي تقسم زيك هنا وانا اقول متى يلا يجيني يوم قمت هنا من الله يجيك ان ابوهم قايمين ومعجب جايين قايمين انا من وين انا من وين انا من وين انا من جاي عنك انت عنك وانت عنك قلت يا رجال عين خي عين خي اول شيء هم قاعد مين انا اللي جاي منه فيه انا كنت ابوي عنق قال لي قلت النام عن هناك والله ما حد يلمس داب اي وانا نروح انه يحط من عمر تقنى مقنوم جاء هو يجيني يقول داب داب يا رب الله الله نمهي الله نمهي تابعه مزكي المهم يطول عمر هو يعود يا معود قلت وانا قالها قلت انت يا منك نيد نحيت من استحين مني ما قنصني وعلي الملازيم ملازيم انت مرين في معاهم من هذا واجب وانا قنطع العقاب يا وجه وانا عايشين ذاك اليوم هو يحرق الله يبيضك هذه من معنى السوالف اني الله يبيضك مخيطه من سندها مليانه في امورها وشرها الله يبيضك والله سالفه تنجزل الله يرفع قدمك الله يجزل الله يرفع قدمك جزل الله يكون عينيك ام عشا التوفيق ام عشا طيب انا اعلمكم خليها تتبع لكم يا اخي فقره كبوشي الكذب كلها يعني سولف كذب وذاك اكتشفت اني كذوب يا اخي ذا الرجال سوالف يعني سوالف كذا من اول ابو ملاح تونا شايفينك ابو ملاح قبل شوي تونا معطينك كذا ابو ملاح تفاجئ ابو ملاح هذا 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 هذا